احنا هنعمل المشروع تخش حضرتك يعني عايز تعمل شغل تاخد المكان ونقدر نوفر لك كمان تمويل للمشروع اللي انت عايز تعمله. وفرت عليك انك انت الارض دي اترفقت ولا ما اترفقتش، الارض دي قدرت تلاقي فلوس تعمل فيها المشروع الصغير مصنعك ولا ما عملتوش، وخدت الاجراءات مع الحكومه في الرخصه والكلام اللي الكتير اللي بيتعمل ده، قلنا هنخلص ده كله بدءا من مشروع صغير لغايه اكبر من كده. 15 منطقه بالطريقه دي، يعني ايه؟ يعني انا هخش الاقي مكان زي ده اشتغل عليه؟ ايوه فهمت.